السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حريق هائل في مبنى مجلس الدولة بشارع أحمد نسيم في منطقة الدقي، وإليكم تفاصيل الخبر. انتقل فريق من النيابة العامة قبل قليل لمعاينة حريق مجلس الدولة الذي امتد لثلاث طوابق، وجاء انتقال النيابة إلى هناك بعد السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد. وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق أتى على كميات كبيرة من الأوراق، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وإعداد تقرير واف حول أسباب الحريق للوقوف على ملابساته والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه في الحريق، كما طلبت تحريريات المباحث حول الواقع. وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نشب في مبنى مجلس الدولة، ودفعت بأربع عربات إطفاء وتمكنت من السيطرة عليه، كما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش وخدمات مرورية بمحيط المجلس لتسيير الحركة المرورية.